بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة بتقول معنى جميل قوي: لو لقيت انسان نفسه يحقق حلم ساعده. ساعد الناس تحقق احلامها مهما كان شكلها صعب او بعيد. اي حلم بسيط كل ما قدرت تمكن انسان يحقق حلمه ربنا يعينك ويحقق لك حلمك لانك ساعدته، لانك وقفت جنبه. قصة النهاردة قصة جميلة، هي قصة مشتركة بين الفنان أحمد حلمي الفنان الكوميدي المشهور وبين السيناريست الجميل محمد دياب. محمد دياب وأحمد حلمي كانوا بيعملوا مع بعض فيلم ألف مبروك اللي اتعرض سنة 2009. محمد دياب السيناريست له صديق شاب زيه، أبوه نفسه يمثل. يعني محمد دياب ده عنده كم سنة؟ شاب يعني، بس يعني طب وصاحبه ده أبوه بقى عنده كم سنة؟ أبوه عنده 60 سنة. أبوه كان عنده حلم وهو في ثانوي إنه يمثل، وكبر ودخل بقى موظف في مصلحة الكهرباء، وكبر في مصلحة الكهرباء لغاية ما بقى وكيل وزارة في الكهرباء، وطول عمره نفسه يمثل ويحكي لأولاده ويقعد يتفرج مع أولاده. بس خلاص بقى كل سنة هو طيب، يعني واحد ممثلش لغاية 60، انتهى الموضوع. يعني زي واحد نفسه يبقى لعيب كورة وهو مثلا بقى 30 سنة، خلص الموضوع يعني، ما ينفعش، عدى القطر. لكن محمد دياب اللي جواه انسان جميل حس ان هو عايز يساعد الراجل ده، وحس ليه لأ، وحس وايه يعني ان احنا حتى لو هنغامر طب ما نجرب، بس لو ينفع لو عنده موهبة ليه ما نحققلوش حلمه. فراح لأحمد حلمي وقال له احنا عندنا دور في الفيلم ان في شخص يمثل دور ابوك، فايه رأيك لو جبنا الشخص ده اللي هو هيبقى مين بقى؟ اللي هو هيبقى الأستاذ محمود الفيشاوي. هو ده الراجل اللي وصل لسن 60 وكان نفسه يمثل. فنان أحمد حلمي مرفضش وما قالوش معقول أنا عايز حد من الأسامي الكبيرة هي اللي تعمل والدي، وقابلوه واختبروه وأدى الدور. ولما راح قابل أحمد حلمي قال له، وأحمد حلمي قال كده في كتابه، قال له أنا همثل على إنك ابني بجد، لأن أنا حس إن أنا خدت فرصة نفسي فيها وبحلم بيها من 60 سنة، نفسي إن أنا حققها. واتعمل فيلم ألف مبروك، وكان الأستاذ محمود الفيشاوي هو أبو أحمد حلمي في الفيلم، ومثل الدور لأول مرة في حياته، بس كمان والآخر مرة في حياته، لأن الفيلم تعرض سنة 2009 والأستاذ محمود الفيشاوي اتوفى في يناير 2010 بذبحة صدرية. هو مات بس كان نفسه في حلم يعمله وعمله، وما ماتش إلا لما عمله. وكأن ربنا، انت عشت حياتك وخلفت ولادك وكسبت واشتغلت ووصلت وكيل وزارة، لكن ربنا اللي بيحقق الأمنيات. أنا على فكرة بعرف ربنا كده، ربنا اللي بيحقق أمنيات عباده، نفسه في حاجة، نفسه ليه ربنا ما يعينوش إنها تتحقق؟ وهي مش حرام، وما عشان ما يجيش حد ويقول يا سلام هي دي الناس اللي هتفكر تفكير غلط. لا، مش حرام، الفن النظيف مش حرام. ومثل الأستاذ محمود الفيشاوي وعمل الفيلم، وأحمد حلمي ومحمد دياب بيقولوا إن هو قال لأحمد حلمي وهو بيمثل الفيلم أن دي أمنية كان نفسي أعملها قبل ما أموت، أنا فرحان إن أنا عملتها. الله يرحمه، توفى إلى رحمة الله. لكن أنا بحكي القصة دي عشان أقول بسمة أمل لمحمد دياب وأحمد حلمي اللي ساعدوا بني آدم يحقق حلمه. ساعد الناس تحقق أحلامها، ربنا يعينك ويساعدك ويرسم لك بسمة أمل في حياتك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.